سوف نتعلم في هذا الدرس كيفية عمل فيكتور لعنصر بسيط وهو الحشائش أو جريس باللغة الإنجليزية في برنامج الإلستريتور. سوف أقوم بعمل هذا الفيكتور بغرض التحريك في برنامج الأفتر إفكت، ولكن يمكنك عمله أيضا لأي غرض آخر. افتح برنامج الإلستريتور وقم بعمل ملف جديد بأي حجم تفضله. يفضل استخدام البيكسل كوحدة قياس، ويفضل أن لا يزيد الطول أو العرض عن 2000 بيكسل. حتى لا يحتاج المشروع للكثير من الرام ويبطئ الجهاز، وأيضا حتى لا يكون حجم الملف كبير ويحتاج الكثير من مساحة الهارد. ويفضل اختيار الأورينتيشن لاندسكيب وليس بورتري، بمعنى أفقي وليس رأسي، لأنه مناسب لمظهر الفيكتور الذي سوف نقوم بعمله وهو الحشائش. والكولر مود RGB، لأننا سوف نقوم بعمل الفيكتور بغرض التحريك في الأفتر إفكت وليس بغرض الطباعة. والراستر إفكت أو الريزولوشن يفضل أن يكون أقل من 300، حتى لا يحتاج المشروع للكثير من الرام ويبطئ الجهاز. ويفضل أن يكون 150 إذا كان الرام كافيا، أو 72 إذا كانت إمكانيات الجهاز ضعيفة. قم باختيار أداة البوليجون من شريط الأدوات. ارسم البوليجون مع الضغط على شيفت ليتم الرسم بشكل مستقيم. يفضل استخدام زر الشيفت الموجود على يمين لوحة المفاتيح بجانب الأسهم، حتى تتمكن من الضغط على مفاتيح الأسهم أثناء الضغط على شيفت. أثناء الضغط على زر الماوس ومفتاح الشيفت معا، اضغط في نفس الوقت على مفتاح السهم السفلي في لوحة المفاتيح. لتقليل عدد جوانب الشكل إلى 3 ليصبح مثلث، قم بتقليل العرض مع الحفاظ على الطول. قم بإلغاء الاستروك وتغيير الفيل إلى أي لون تفضله. والآن سوف نقوم بتقسيم المثلث إلى نصفين. لعمل ذلك اختار أداة المستطيل وارسم مستطيل يغطي نصف المثلث. يجب وضع جانب المستطيل عند منتصف المثلث بالضبط. قم بتخفيض شفافية المستطيل أو الأوباستي لكي ترى المثلث من تحته. إذا كان من الصعب ضبط جانب المستطيل عند منتصف المثلث بسبب أن العرض صغير جدا، قم بزيادة العرض مؤقتا لتسهيل عملية الضبط. وبعد الانتهاء من الضبط قم بتصغير عرض المثلث والمستطيل معا. أثناء تحديد أو اختيار المثلث والمستطيل معا، قم بعمل نسخة منهم ولصقها في نفس المكان عن طريق اختيار كوبي من قائمة إديت ثم باست إن فرونت.
لكي يتم لصق النسخة أمامهم أو فوقهم في نفس المكان. قم باختيار أو تحديد النسخ فقط من المثلث والمستطيل، وافتح نافذة الباث فايندر، وقم باختيار انترسكت. سوف يؤدي ذلك لمسحهم ولن يتبقى سوى نصف المثلث فقط. قم باختيار أصل المثلث والمستطيل. قم بعمل ماينس فرونت من نافذة الباث فايندر. سوف يؤدي ذلك لمسحهم ولن يتبقى سوى نصف المثلث الآخر فقط. بذلك تم تقسيم المثلث إلى نصفين. فائدة هذا التقسيم هي تلوين كل نصف على حدة بدرجة مختلفة من اللون. نصف فاتح لأنه مواجه للضوء، والآخر داكن لأنه مواجه للظل. والآن سوف نستخدم النصفين لعمل فرشاة برش. قم بتحديد النصفين وتدويرهم 90 درجة لتغيير اتجاه الفرشاة حتى تكون من أسفل إلى أعلى، وهو الاتجاه المناسب لرسم الحشاش. اسحب المثلث أو النصفين إلى نافذة البراشز لعمل فرشاة جديدة على شكل مثلث ولكن مقسوم إلى نصفين. سوف يظهر مربع نيو براش أو فرشاة جديدة. حدد خيار أرت براش واضغط أوكي. سوف تظهر نافذة خيارات الأرت براش. لا تعدل أي خيار واضغط على أوكي فقط. امسح المثلث أو النصفين لأننا لم نعد بحاجة إليهم، لأننا قمنا باستخدامهم لعمل البراش أو الفرشاة. والآن سوف نقوم برسم الحشائش باستخدام البين تول، ثم تعديل شكل الرسم باستخدام الفرشاة التي قمنا بعملها. اختر أداة البين تول وارسم خط رأسي مائل قليلا في الأعلى. قم بإزالة لون الفل ثم اضغط على الفرشاة التي قمنا بعملها لإعطاء الخط شكل الفرشاة، وهو شكل مشابه لشكل الحشائش بحيث يكون عريضا من الأسفل ورفيعا من الأعلى. ويمكن تعديل شكل الخط بأي أداة من أدوات التعديل الموجودة في برنامج الإلستريتور ليصبح مشابه أكثر لشكل الحشائش. بعد الوصول لأفضل شكل ممكن، قم بنسخه عدة مرات بالضغط على مفتاح Alt مع سحب لتحديد مكان النسخ. ويمكن أيضا النسخ عن طريق Copy وباست، ولكن يفضل استخدام الاختصار Alt للنسخ بسرعة وسهولة. بعد عمل عدة نسخ 5 أو أكثر، عدل شكل كل نسخة على حدة حتى تبدو مختلفة عن الأخرى.
بذلك نكون انتهينا من الجزء الأول، وسوف نكمل الشرح في الجزء الثاني بإذن الله. برجاء طرق أي اقتراح أو استفسار في التعليقات.